وهبته إياها وملكته عصمة نكاحها بإذن وليها أبيها، فإن قبلها زوجة له على هذه الشروط المذكورة وعلى ما اتفقوا عليه من الصداق أكون عليه من الشاهدين. هكذا نشهد عليك محمد بن حمد الراشدي أنا والجماعة الحاضرون زوجة لي على هذه الشروط المذكورة وعلى ما اتفقنا عليه من الصداق قبلتها على نفسي جميع ذلك فقبلتها على نفسي بجميع ذلك نعم Thank you.